أقبل غير عابئ بدعوات المقاطعة تحدوه إرادة التغيير حسب قوله. يقول حاتم الدريدي إنه يريد أن يكون رقما من قائمة المشاركين في هذه الانتخابات لتنتهي عشرية سادتها الانتهازية السياسية. أكيد باش تتغير لو تبعد علينا اللوبيات والناس معناتها اللي كانت تقبل تخدم بالمحاصة وتتفرغ في الكعكة وهذا كله معناتها يتنح. قياسا بالدور الأول المشهد ذاته يتكرر، إقبال ضعيف على مراكز الاقتراع مقتصر في غالبيته على فئة الكهول. انتخبت مقتنع باللي عمله الرئيس. نعتبر أن التصويت هو واجب مقدس في حرية اختيار ممثلين، المقاطعين لهم الحرية في ذلك. ما عنديش حد يكون مقابلني يكون باش ننتخبه بصراحة، ما عنديش حتى واحد يكون باش مقابلني باش ننتخبه. كل عام كيك انتخابات وما ثم شيء. خيبة المشاركة المتدنية في الدور الأول يخيم على مراكز الاقتراع. جرى التصويت بسلاسة ويسر لأول مرة منذ 2011، كل المكاتب تفتح وتغلق أبوابها في التوقيت ذاته، فأمنيا لا موجب لمواقيت استثنائية. عملية الانتخابية بدأت 8 تاع الصباح، حلينا معناها الأبواب وشفنا الناخبين توافدوا ومارسوا حقهم في الانتخابي، شفنا الفئة العمرية برسك الموجودة، صحيح شرينا شيوخ والكهول برسك غلبة أكثر، والحمد لله نأمل إن شاء الله باش تتحسن النسب في الساعات القادمة إن شاء الله. تقاطع الانتخابات غالبية القوى السياسية في البلاد ويشارك فيها فقط داعمو الرئيس التونسي. في هذا الدور الأول يتنافس على ما تبقى من مقاعد البرلمان 262 مترشحا، من بينهم 34 امرأة فقط. التونسيون من جديد في مكاتب الاقتراع، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية يرجى هنا أن تكون نسبة المشاركة فيه أكثر ارتفاعا قياسا بالدور الأول، فبها تتحدد مدى مشروعية البرلمان القادم. فتح الفالح ميديا تونس.